وانقذ هدف، يمكن مسؤول يمكن عن الثلاث نقط اللي جابها النادي الاهلي النهارده، ويمكن معاه من نجوم المباراه مع انه لعب وقته قصير جدا كابتن مروان محسن. هو كان ناقص الشناوي بس يجيب جول النهارده، هو كده عمل ثلاث حاجات. بص يا كابتن، هو مبروك طبعا للنادي الاهلي بصفه عامه، ومبروك لمروان محسن طبعا بصفه خاصه، لان مروان طبعا يعني الله يكون في عونه مر بظروف صعبه جدا في خلال الثلاث او الاربع ايام اللي فاتوا. الحاجات دي مرت عليا انا كلاعب كوره، كنت برده كان بيبقى عليا هجوم غير طبيعي برده بالسوشيال ميديا، وناس ممكن يعني مروان حظه حلو ان مفيش جمهور، يعني لو في جمهور هيتشتم وهيبقى في الفاظ والكلام ده كله. لكن لا، واحنا كان عندنا شك كمان ان مستر فايلر يلعبه النهارده. ده حقيقه فعلا، ده حقيقه احنا النهارده، بس هو الحمد لله هو ربنا. على فكره يا كابتن ايمن، الجول اللي جابه مش كوره، يعني ده رد اعتبار او حاجه من ربنا بان هو يرد على الناس اللي هي كانت بتهاجمه. انا بس بتمنى من الناس كلها اللي كانت بتهاجم مروان، الراجل النهارده يا جماعه جاب جول، يعني انا شايف ان هو جول، يعني جول عالمي، يعني مش اي حد يجيبه صراحه. الكره التوقيفه حتى في مشكله في الجول، لو سمير يجيبه لنا التوقيفه نفسها. بص يا كابتن ايمن، صحيح على فكره الكره اللي رجعت وراه وهو يعني جسمه لسه مش يعني ما خدش مزبوط زاويه الشوط، فحته ان هو يقف ويرجع ويشوط دي مش اي حد فيها يعملها، مرونه ومهاره عاليه جدا بالظبط. وبعدين حاجه ثانيه يا كابتن ايمن، ان هو لسه ما دخلش في جو المباراه، ولسه يعني هو نازل في الدقيقه حوالي 87، يعني ان انت تنزل وتجيب جول في وقت زي ده وتكسب ويبقى مكسب ليك للنادي بتاعك، وثلاثة بونت مهمين جدا بالنسبه للنادي الاهلي بعد الاخفاق في الماتش اللي فات، فدي حاجه بتاعت ربنا ما فيش فيها كلام. يعني ما حدش يقول لي كوره او مش كوره، لا ده الراجل ده اتظلم كتير جدا الفتره اللي فاتت، وربنا بيديله النهارده الهدف ده والمكسب بتاع النهارده ده عشان يرد على الناس. انا في حاجه برده عجباني في مروان يا كابتن ايمن، يعني احنا لما شفنا اللي هو بيتكلم بعد الماتش بعد الشناوي على الـ على الـ على القناه، الراجل بيتكلم يعني ببروكي وبسماحه ومفيش اي مشكله. اي واحد مكانه كابتن ايمن ممكن يزعق، ممكن يقول يا جماعه انتوا بتشتموني ليه، انتوا مش عارف ايه. فالراجل عجبني فيه ان هو كانه مش سامع حاجه، يعني هو حاطط ستاره ما بيسمعش لحد، هو الراجل بيتكلم عنده طموح ان هو ان شاء الله باذن الله يكمل في مع النادي الاهلي ويكسب الماتشات كلها اللي جايه مع النادي الاهلي، ونفس الوقت ان هو كل تركيزه، حتى كلام الشناوي وكلام مروان نفس الكلام يا كابتن ايمن، ان هو تركيزه على افريقيا. فانا النهارده مبسوط لمروان جدا جدا جدا، وبقول له خليك زي ما انت ماشي وما تسمعش لاي حد، وبتمنى الناس اللي هي كانت بتهاجم مروان زي ما انتوا كنتوا بتهاجموه، يا ريت اتمنى ان انتوا يعني تفوقوه بلغه الكوره بتاعتنا، ان انتوا تساندوه الفتره اللي جايه دي، لان يعني احنا محتاجين كل لاعب. يعني انت زي ما انت شايف كابتن الناس بتتصاب، ما انت مش لاقي تحط مين مكانه، فدي حاجه من الحاجات. النهارده مكسب المباراه، مكسب المباراه بالنسبه لي انا برضو بادجي النهارده، انا كراجل استرايكر قاعد بتفرج على الماتش، شايف تحركاته، حتى كلمت مع حضرتك والماتش شغال، تحركاته هايله. بس في حاجه، في نقطه، انت تحركاتك يا بادجي بره البوكس يعني دي مشكله. انت كده بتفقد من مجهودك البدني، لازم شغلك كله يبقى في البوكس. انت راجل هيدرز، جسمانك قوي، لازم تستغل كل ده في ال 18، بلاش تطلع بره كتير، ده رايي، بلاش تطلع بره كتير، لان انت مش شغلك. صحيح. ده مش شغلك 50% على الخطوره. بالظبط، ده شغل الهافات وشغل الرقم 10 اللي هو قفشه، لكن ده مش شغلك. لكن النهارده الراجل انا شايف ان هو ادى النهارده، عمل محطه كذا مره في ال 18 هايله لكذا لعيب النهارده، عمل واحده لقفشه وعمل واحده النهارده تقريبا لاجايه تقريبا. فالنهارده الراجل عمل اللي هو مطلوب منه، حتى النهارده اجهد ادي يعني لقطه من ضمن التحركات الجيده فعلا، بس هو عشان جسمه ما فيش فيه مرونه زي مروان، يعني تقريبا نفس الكوره بس دي متطرفه شويه. مظبوط. هو لو عنده مرونه شويه هتبقى سهله، يعني هتبقى سهله. فانا شايف ان هو النهارده من مكاسب المباراه وجوده في الملعب النهارده من بدايه الماتش يا كابتن ايمن. انا حتى الاستوديو اللي فات اتكلمت على حته الفراوده، ان لازم لو انت مش ماشي معاك الراجل، ايه المشكله ان الراجل يقعدك؟ وفعلا ده اللي حصل، مروان قعد مفيش اي مشاكل خالص، الراجل تقبل ده وجي الماتش النهارده لعب وكان كويس. فانا النهارده شايف النهارده الشناوي وبادجي ومروان، طبعا مروان عمل حركه بعد الماتش تقريبا عنده مولود او حاجه، فبنقول له مبروك طبعا، كلنا لازم نبقى سبورت ليه، فبنقول لك يا مروان مبروك، وان شاء الله باذن الله تبقى احسن من كده الماتشات اللي جايه ان شاء الله باذن الله. خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من ملعب المباراه ولقاء مهم مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. الثانية الأخيرة
بجد التحيه ليك من جديد كابتن ايمن شوقي، كل نجوم الاستوديو التحليلي، كل جمهور النادي الاهلي مبروك للنادي الاهلي، فوز مهم وفوز مطلوب، ومش هنتكلم في السنه الاخيره اللي